مين دخلوا ببعض واتلعبت اوامر فاول في صالحنا، ما يقدرش يخش، يمشي 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 ما يجيبهاش، هيجيبها علي شحاته، جابها علي شحاته، يلا جول 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 جول. في واحد واقع، اللعيبه رايحه تقول لك واحد لاعب، طب احنا مالنا لاعب واحد هيعمل له ايه يعني؟ واحد مين دخلوا ببعض واتلعبت اوامر فاول في صالحنا، ما يقدرش يخش، يمشي 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 ما يجيبهاش، هيجيبها علي شحاته، جابها علي شحاته، يلا جول 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 جول. في واحد واقع، اللعيبه رايحه تقول لك واحد لاعب، طب احنا مالنا لاعب واحد هيعمل له ايه يعني؟ واحد طلعها بره الملعب. عادل مامور واقع في الارض بيتألم، ان شاء الله يكون الم خفيف ويزول ويبقى. اول ميداليه ذهبيه فازت عليها مصر كانت للمرحوم البطل الاولمبي ابراهيم مصطفى في المصارعه. الميداليه الثانيه كانت ايضا في نفس الدوره، دوره 1928، البطل الاولمبي المرحوم السيد نصير. توالت الميداليات الذهبيه والفضيه البرونزيه لابطال مصر. نتمنى ان تكون دوره سيول 88 هي البدايه لعوده هذه الامجاد مره اخرى، خصوصا ان فريقنا في المصارعه فاز ببطوله افريقيا المصارعه الرومانيه والمصارعه الحره اللي اقيمت في المغرب في الاسبوع الماضي. والحمد لله نتائج مصابعينا كانت خير بلسم للرياضه المصريه.